مواصلة لعمليات التعقيم والتطهير بأحياء مدينة عنفكرون بولاية أم البواقي. كانت وجهة أعوان استغلال الديوان الوطني للتطهير لمركز الدائرة بعتاد يتمثل في شاحنة الضخ. صبيحة اليوم وجهتهم كانت قرية بالمسعي رابح مقابل الطريق الوطني رقم 10 للولاية. وكعادتهم بكل جد وتحل بروح مهنية وإنسانية، وكذا حرصا على سلامة المواطنين ونظافة الأحياء التي هي من مسؤولياتهم كمختصين ومسؤولية المواطنين. ما أثار جدلنا خلال التصوير خروج الأطفال في الشوارع للعب كسائر الأيام العادية، ما يعكس لا مبالاة الأهالي وخاصة أثناء هذه الأزمة، إضافة إلى عمليات التعقيم المباشرة في كل حي وكل شارع. عمال الديوان الوطني للتطهير على أهبة الاستعداد للتعقيم والتطهير، فقط إلزموا بيوتكم لحفظ صحتكم، هذا ما استنتجناه. كما أن رئيس المركز بكل جدية منه التأكيد على تعقيم كل شارع بمنازله وكذا محلاته، موجها للعمال.